Selanjutnya, kami panggilkan nomor peserta Teki 229 akan membacakan surah Yunus ayat 41 halaman 213. Kepada peserta Teki 229 disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم وإن كذب كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون
ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون فإلينا شهيد على ما يفعلون صدق الله العظيم. Hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, kami panggilkan nomor peserta TQ 230 akan membacakan surah Al-Isra ayat 31 halaman 285. Kepada peserta TQ 230 disilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم
نحن نرزقهم وإياكم إن قد لهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم
hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, kami panggilkan nomor peserta TQ 231 akan membacakan surah At-Taubah ayat 100 halaman 203. Kepada peserta TQ 231 disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله.